فكانت الحالة الأولى الإصرار بالبسملة في الصلاة، وهذا وجه صحيح معروف مشهور عند أهل العلم المحدثين والفقهاء وغيرهم يعني، وحديث يعني تكلمنا عن الأحاديث التي ثبتت ذلك هي في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه. وكذلك ورد وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. فكده عندنا اثنين من الصحابة ثبت عنهم الإصرار. طيب قلنا الوجه الثاني وهو الجهر بالبسملة أو جواز الجهر بالبسملة. طبعا احنا لما بنجمع الأوجه، احنا الأوجه هذه الأوجه يجوز القراءة بأي واحد منها، يعني أوجه كلها أوجه صحيحة وكلها سائغة مقبولة معمول بها، ما فيش وجه بينقض وجه أو يرد وجه، لأن طبعا يعني القاعدة المشهورة عند الأصوليين يعني أو المحدثين هو إعمال الدليلين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طالما صح الإسناد فنحاول إن احنا نعمل الدليلين، يعني استحال ذلك فطبعا بنقدم الأقوى الأشهر الأصح ويبقى هو الصحيح، والآخر بنسميه شاذ لأنه صحيح خالف الأصح منهم. أما في القراءة والقراءات فبتكون كل الأوجه أوجه صحيحة معمول بها، وكل يتقيد بما ورد إليه أو بما صح عنده من الأسانيد والنصوص. فإحنا دلوقتي بنحاول إن إحنا يعني نشوف إيه الأسانيد اللي وردت، الأدلة اللي وردت، من قال أو أفتى بفتوى الجهر أو الإصرار اعتمد على إيه. فإحنا دلوقتي بنعرض النصوص، تمام؟ فيبقى عندنا الإصرار خلاص خلصنا منه، النصوص بتاعته واضحة ومشهورة. نتكلم على حديث الجهر. الجهر بالبسملة هو أولا ثابت عن كل القراء، يعني جميع القراء ثبت عنهم الجهر، وإن كان في وجوه أخرى نتكلم عليها بعدين، لكن وجه الجهر بالبسملة صحيح ثابت عن كل القراء، يعني يعتبر وجه متواتر عن القراء. فكل من أثبت البسملة أثبتها جاهرا. ويجوز يعني حاجات كده تانية هنبينها إن شاء الله يعني عن القراء وغيرهم، لكن كل من أثبت البسملة أثبتها جاهرا في القراءات المشهورة المعروفة سواء كتاب النشر أو الشاطبية أو غيرهما من الكتب المشهورة. طيب القراء لما كانوا بيعلموا الناس القرآن كانوا بيثبتوا البسملة، إذا أثبتوها جاهرا بيثبتوها داخل الصلاة وخارج الصلاة، يعني لو قلنا مثلا الإمام عاصم أو حمزة أو ورش أو نافع يعني يقوم يصلي بالناس فيقرأ في الصلاة كما يقرأ خارج الصلاة، خدت بالكم؟ وذلك ثابت عنهم هذا. البسملة ليست عند نافع ليست عنده آية، فليست عند أهل المدينة آية، ولكن هي آية مستقلة ليست آية من الفاتحة، يعني أقصد ذلك يعني هي آية مستقلة في أول سورة الفاتحة وغيرها من السور، ومع ذلك بنجد قراء المدينة يجهرون بها في الصلاة، أما فقهاء المدينة لا يفعلون ذلك، يعني يسرون بالبسملة. فسبحان الله، فشوف هنا فعل مالك رغم أنها يعني هي عنده ليست آية فهو يسر. نافع شيخ مالك في القراءة، نافع يجهر بالبسملة في الصلاة، سبحان الله، مع أنه ليست عنده آية، وثبت عنه من رواية ورش يعني البسملة وعدمها بين السور، سبحان الله. لكن كل بيتقيد بما صح عنده، تبالكم؟ طيب يبقى عندنا أول دليل على صحة الجهر وهو ما أجمع عليه القراء من غالب الطرق أو معظم الطرق. طيب الدليل الثاني في الجهر، احنا كنا قلنا شوية دليل المرة الفاتت وإن شاء الله هنسردها بسرعة كده لأن الإخوة اللي ما سمعناش المرة الفاتت، عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
هي كده وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تريد بذلك؟ تريد أنه كان يقرأ حرفا حرفا، وحرفا حرفا هنا أي آية آية. الحرف هنا يعني له دلالات كثيرة، لكن معنى هنا في هذا الحديث أنه كان يقرأ آية آية حرفا حرفا. فمثلت فقالت كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقف ياخذ نفسه ثم يقول الحمد لله رب العالمين. طيب هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبسملة ويجهر بها، دليل أن أم سلمة سمعته. طيب هل هذا الحديث مقيد في الصلاة أو خارج الصلاة؟ غير مقيد، يعني ما قالتش في الصلاة أو خارج الصلاة رضي الله عنه. إذن فيحتمل الإطلاق في داخل الصلاة وخارج الصلاة أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأغلب الظن أنه كان في الصلاة، يعني تسمعه يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حديث أم سلمة، قلنا حديث صحيح أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة المصنف وإسنادهما صحيح، وأخرجه أبو يعلى في مسنده وصححه تليم حسين الأسد. طيب وسئلت السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع أو يقطع قراءته آية آية فيقول، يعني تمثل بقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتصفها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب هذا حديث أيضا صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه المحقق شعيب الأرناؤوط، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه فخر الذهبي وغيرهم اختصارا. يعني هو أيضا نفس سياق الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي يجهر بها، يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا لم يتقيد بصلاة أو خارج الصلاة، يعني الأمر مطلق سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وسئل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ، يعني يبين الناس ويفسر لهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله كذلك يمد الرحمن وكذلك يمد الرحيم. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من حديث أنس. سبحان الله، وأنس هو الذي روى حديث الإسرار، وهذا حديث يدل على الجهر. إذن فالمسألة فيها مرونة، والخلاف فيه سائغ، والأمر يعني كلاهما صحيح، الأمر فيه سائغ، مفيش حاجة ضد حاجة، لا يجوز هذا، يجوز الإسرار، يجوز الجهر. من استراح لأدلة الجهر أخذ بها، من استراح لأدلة الإسرار أخذ بها. ويجب إن إحنا يعني نعترف بالخلاف وجواز الخلاف، أما إن إحنا يعني نعترض على بعض أو ننكر على بعض أو نبدع بعض، هذا أمر في الحقيقة خارج عن السنة، لأن السلف منهم من كان يسر ومنهم من كان يجهر، وما سمعنا إن حد اعترض على حد أو بدع حد، خدت بالكم؟ طيب عندنا حديث كذلك عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، حديث يعني مخالف لحديث الإسرار، يعني حديث واضح جدا في الجهر، ونفس الراوي هو أنس رضي الله عنه. طيب أولا درجة هذا الحديث حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الإمام الذهبي، يعني هو اعترض على هذا الحديث اعتراض يعني شديد شوية، قال يعني أما يستحي أن يخرج مثل هذا الحديث؟ فقال فأشهد بالله، فأشهد بالله وأشهد لله إنه لكذب. طبعا يعني الذهبي انفعل جدا وتكلم بحدة جدا على هذا الحديث،
طيب انفعال الذهبي واعتراضه على هذا الحديث يوضحه لنا الحافظ العراقي رحمه الله، يقول لم يبين الذهبي بسنده، لم يبين الذهبي مستنده في رده لهذا الموضوع أو أن هذا الحديث أو أنه مكذوب، لم يبين يعني استند على إيه. فاليوم العراقي يقول فإن كان لمخالفته رواية الموطأ عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم كما يعني ذكرنا الأحاديث قبل ذلك. فيقول الإمام العراقي رحمه الله فنهاية ما يمكن أن يقال إنه شاذ لأنه خالف رواية الصحيح، ولا يلزم بالشذوذ الحكم أنه كذب أو موضوع، يعني الإسناد صحيح لكنه خالف رواية الصحيح أو رواية البخاري ومسلم. طيب هذه المخالفة كما قلنا لا يلزم منها رد أحدهما للآخر، ولكن هذه المخالفة توضح أن كلا الأمرين جائز، هذا جائز وهذا جائز. وأنس حكى مرة الجهر وحكى مرة الإصرار، وروايات أنس في الجهر سبحان الله كثيرة، مش رواية دي فقط، يعني ليس دي فقط، روايات كثيرة إن شاء الله نسمع بعضها. لكن أولا نكمل بقية الحديث دوت. هذا الحديث أخرجه الحاكم في موضع آخر في المستدرك وقال إسناده صحيح رواته ثقات وأقره الذهبي، يعني في الموضع الثاني الذهبي أقر سنيد إسناد هذا الحديث يعني إسناده صحيح ورواته ثقات، فكان اعتراضه في الموضع الأول إنما هو لمخالفته حديث الإصرار.